السلام عليكم الإخوان والأخوات، وعدنا من جديد في الحديقة اللي ديال الليمة. كما كتشوفوا الناس باقي ما جاوش، شي خاوية الله. المهم بدون إطالة، كما كتعرفوا أنا ما عندي حتى علاقة لا بإيطاليا ولا بكندا ولا بهولندا ولا بلجيكا، ولكن كاين الحاجة اللي هي المنطق. كتعرفوا مزيان اني انايا كان ديما كنمشي معكم بالمنطق، عاش نجلس هنا ولا نجلس هنا، المنطق اللي كيهضر. سمعتوا الخبر القنبله؟ قال لك خبر قنبله، شويه بقى كيشوف قال لك قنبله. قنبلة. انا كنت كنقول لكم تسناو، ديما كنت كنقول لكم وجدوا ريوسكم. لا 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 لا، كنا كنت كنقول لكم وجدوا. شي ثاني واحد اخر بالك يقول لكم طالي كطلب 30000 30000 وما عرفت 58 ولا 580، 30000 من برا يدخلوا، يجيبوا 30000 من برا يدخلوا. شويه ارقام، ها 500 ها 100، لا غتشي 4000 ها 3800، لا ها 100 ها شنو ها من. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في هذه المخلوقات. اول حاجة العقود الموسمية، من تسمعوا عقود موسمية نساو عليكم نهار 16 في ابريل، لان اللي كيقول لكم اخيرا خبر هام عاجل 16 ابريل الموسمية، عرفوا راه حمار، لان الموسمية دارت نهار 24 شهر 4. هي كتسمى عقود موسمية لان القانون ديال 3 شهور 6 شهور ولا 9 شهور، على حسب كل شركة وشحال غتكونتراتي ديال التيمبو. اما نهار 16 هي خاصة بالعقود، او لا نقولوا حنايا العقود الدائمة، او اللي كتحول كما كيقولوا هما السوبوردينادو. السوبوردينادو هي بحال كنقولوا حنايا تابع، واحد الحاجة سوبوردينادا بحال الجمل الاعراب، كتسمى واحد سوبوردينادا حاجه تابعه للحر بحال الجار ومجرور. فانت لكتي كتقرا كطالب جامعي او كما كيقولوا واحد الاقامه، حيت الدراسه عندها اقامه، وكاينه ثاني ديال الامهات اللي ما عندهمش الاوراق ولكن بسبب ان عندهم اطفال قصيرين كيعطيهم واحد كما كيقولوا بالطالينيه الاسيستنسيه ديالهم دي مينوريس، اقامه من اجل رعايه القصيرين حيت ولادها. حالات اخرين هي الاقامه الانسانيه الى اخره الى اخره، هادو عندهم اقامه. فهذه اللحظه اللي خص يعني كيقولوا الفرصه جات باش تبدل، لانه هو عنده وحده نهار يسالي السبب غيحيدو منك. مثلا ولدك ملي يكبروا صافي ما تبقاش عندك الاقامه القصيره حيت ولدك كبروا. اما هذه هي اللحظه فاش تقدر انت تغير التشكيله ديال الاقامه. والله العظيم الا كنشوف شبعت اليوم ضحك، اليوم تفرجت فيهم كاملين شبعت الضحك ديال بصح. الهرقاوي ديال يوسف المجاهل ما حط لا ليا لا والو، ها كيهضر طوطو مطرمناتي طوطو طوطو، فكرني بهذيك خيتي اللي قالت ذاك الفيديو ديال الا عندك كونتراتو. المهم ما عليناش، ف هاد 30000 كتقسم على جوج فئات. الفئه الاولى هي اللي قلنا الناس اللي عايشين في ايطاليا، الناس اللي عايشين في ايطاليا ماشي اللي عايشين في المانيا او اللي عايشين في هنغاريا ولا هذه، لا. المجاهل قال ان الناس اللي عندهم اقامه مغاربه في البرازيل فنزويلا برتغال ولا ما نعرف منين ولا ما عرفش بلاصه قال اخرى ولا ارجنتين ولا ما نعرف شنو، عندهم الحق يجيو. ما عرفت منين جاب الهضره هذه، الله اعلم انا ما عرفتش. دخلت انايا اتصلت بشي اخوان عندي في الواتساب من ايطاليا، قلت لهم الله يخليكم عطيوني هي الليليان، حيت انا ما غادي نشوف الليليان ديال الوزارات الداخليه ونشوف البورتال ديال الميغراسيون. داك الشيء فعلا درت، دخلت قريت شتك الشيء، شي فهمتو شي ما فهمتوش، دخلت درت الاسبانيا ترجمت، لقيت يعني المنطق كيقول ان هاد العقود هذه هي فقط لمحاربه الهجره السريه ومحاربه اي حاجه عندها علاقه، يعني ماشي تقول لي انت حراق غتصيب الاوراق، هذه راه ما كايناش، هذه ما كايناش.
حالات قليله. مثلا فرضنا انك انت حراك كتعيش في ايطاليا، مع احتراماتي للقوانين ديال ايطاليا وانا ما كنفهمش القوانين ديالها، ولكن بالمنطق انت حراك في ايطاليا، جيتي فيزا حركتي، ما عمرش دوك البوليس، ما عمرك تبصمتي، تلاقاو معاك يعني ما عمرهم تلاقاو معاك ما والو، فلقيتي واحد الشافة ولا نقولوا حنا باترون عطاك الكونترا، عطيتي الباسبور ديالك، دار لك العقد ودفع لك. فهاد العقود هذه لانك انت ما عندكش لا اقامه دائمه واصلا ما عندك حتى شي اقامه يعني ربنا خلقتنا، فراك تهبط المغرب باش تاخذ الفيزا، ياك ياك الهرقاوه. اذا الا هبطتي شنو غادي يديروا معاك؟ ما يخليكش تطلع. يعني ما فهمتش، حنا قلنا لكم واش دريوسكم واش دريوسكم، حنا قلنا لكم شنو وجد راسك انت مع من كتهضر اصاحبي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ثاني قال لك لا انت دير الاستماره عمرها، لان الاستماره كاينه في الويب، الويب ديال وزاره ولا حول ولا قوه الا بالله. المهم تعمر استماره وانت في المغرب، نقولوا في المغرب رغم ان 30000 راه ماشي المغرب بوحدو ولا الجزائر بوحدها ولا مقسمه بيناتهم، لا راه كاين 30 دوله. فانت يا غادي تجي دير الطلب ديالك واخا باش تكتب اسميتك وكنيتك وتقول لهم ها انا ها الرقم الباسبور ها الفوتوكوبيه بغيت نخدم، غادي يقول لك مرحبا. لا حول ولا قوه الا بالله. القوانين ديال الطالين يعني الطلب ديالها هو الشرط الاساسي هو ان الباترون خاصو هو اللي يدير الطلب عبر الويب او لا عبر المؤسسات اللي كاينين تما اللي سينديكاتوس ولا ما نعرف شنو، هو كيدير الطلب ديالهم باش يقدر يقول لهم انا عندي الخدام ها هو بغيته باش يطلعك من المغرب. وهاد القضيه هادي فقط كتسمح الناس ديال 24 ماشي في نهار 16، الناس ديال 24 وافهموا معايا، الناس ديال 24 عندهم الحق، ولكن هاد النصراني ثاني خصو يكون عنده كل شيء نقي، يعني كيخلص ضرائب كيما اسبانيا، يعني تكون انت ليمبيو نقي ما عندكش ديون، مقاد مع القانون ديالك، وحتى المدخول ديالك يكون القد دو القد، يعني انت خانز ماشي ثاني نقولوا لاباس عليك، ولكن تقدر تأدي الواجبات لهذا السيد هذا. وكذلك هذاك السيد يعني اللي في المغرب حتى هو خصهم يكون معمر حرق وحرق، يعني جا لطاليان وحرق الفيزا وطردوه، لان لك انت جيتي لطاليان طاليان، اما لا جيتي اسباني معليش لان اسباني ما عندها حتى علاقه بالطاليان، جيتي لطاليان حرقتي الفيزا طردوك بلا ما تحلم ترجع، لانه ما غاديش يقبل لانك اصلا حرقتيها، يعني السيره الذاتيه معاهم خسرتيها، يعني حرقتي او لا خرقتي القانون ديال شينغل، يعني ما كاينش شي حاجه سميتها لا غنبيع لك كونترا، ان هاد الكونترا كيما كلهم صراحه هذه حاجه وحيده اللي قالوا صحيحه، كونترات مجانيه دايرها الدوله لمحاربه التبزنيس. كاين فئه الاولى فئه الثانيه فئه الثالثه، فقلنا نهار 16 الناس اللي عندهم الوراق اللي هما الوراق اللي فايتين 9 شهور، يعني يا دراسه يا حاله انسانيه يا اما كما قلنا دوك اللي كيدير عاد اطفال، وكاين حالات اخرين كثيره، واخا كاين حالات اخرين ثاني من هاد النوع هادو اللي باغيين يطلعوا للطاليان بالطريقه هذه. شنو هي؟ هي الناس اللي كتبغي دير شي ديال المقاول الذاتي ولا الاستثمار الذاتي، ولكن عندهم شروط، يعني تكون في راس مالك 500000 اورو، يعني قانون اسبانيا، اسبانيا كتقول لك نعطيك الكارت كيرد الجولدن كارد اللي هي البطاقه ولا الترخيطه البطاقه الذهبيه، وفي نفس الوقت ثاني المشروع ديالك يتدرس في القنصليه ديال الطاليان، وتشوف الطاليان ديك الساعه واش كاين شي منفع للدوله الايطاليه مورا هذا الهم اه ولا لا، كان اه غادي يعطيوك، اما باش يجي واحد يقول لك لا حيت غادي يخدم مع ثلاثه الناس او لا 10 الناس، انت جاي خدم ترى اللي عنده 500000 اورو راه ما غاديش يعفط كاع في الطاليان، راه خانس فلوس. واش اللي عنده 500000 هذا المنطق، انا كنهضر معكم بالمنطق، واش انت عندك 500000 وغتمشي للطاليان؟ لا حول ولا قوه الا بالله. واش كضحكوا على المغاربه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول. المهم راه غادي ندخل، يعني ملي غتشوفوا الفيديو قرب يسالي راه غادي ندخل للسيت الاول واللين الثاني، يعني الموقع الاول والثاني ديال الوزاره، وغادي تشوفوا اشنو كنقول، واش هادشي كنقول بصح ولا كذب. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الحالات الاخرين هي لك انت مغني او لا فنان مشهور وبغيتي تعيش حياتك في طاليان باش تاخذ هذه الاقامه عندك الحق، كنتي عبقري نابغه شي حاجه يعني مشهور ثاني بزاف، كنتي واخد جائزه نوبل، كنتي شي حاجه يعني عندها قيمه او لا شي اختراع او لا شي حاجه اللي ما كايناش، ماشي يقولك واحد تبيع الذهب ولا كتصنع النواوي ولا شحال الحزاق هذا، شحال الهم هذا صاحبي، كضحكوا على المغاربه، كضحكوا على المغاربه الله يعطي البك.
يعاودوا بالله على بشر كدير. حنا قلنا لكم شوفوا حنا ديما حنا وجدوا 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 راسكم. علاش توجدوا راسكم؟ امام كتهضر بغيت نعرف انا مع من كتهضروا. واش كتهضروا كتهضروا مع الناس اللي حراقه ولا اللي عندهم القرايه ولا لما كتقد؟ حيت انا اللي عارف اللي في الطاليان وكيقرا عنده الحق يبدلها، اللي عنده حاله انسانيه يقدر يبدل الوراق باش يخدم. هادو نهار 16 وامتى غادي تسالي المده؟ هي سنه 31، رغم ان احنا عارفين ان طالما الشيء فيه النقر او كما كيقولوا الكليك على حساب السوليسيدون كيعمرها النصراني ماشي انت، ماشي انت وماشي شي واحد اخر. النصراني هو الباترون او في الشركه ديالو عنده هو الخستوريه او الناس اللي غتساعدو، هذوك هما اللي كيديروا الطلب وكيدفعوه. يعني ما كاينش شي واحد اخر يقول لكم لا. وهذه القضيه هذه يعني هي فرصه للناس اللي عندها العائله. يعني شكون هما؟ حنا عارفين الاغلبيه الساحقه هما الفقيه بن صالح، مع احتراماتي ليهم وتحيه ليهم منا انهم كيتساعدوا مع بعضياتهم، هما اللي يقدروا يطلعوا العائله. يعني عندك انت الفاميله يقدر يشوف لك هو الباترون تما ويقلب لك على كونترا ويطلعك. وكاين ثاني الناس الاخرين هما اللي عندهم بريمير غرادو كما كيقولوا في الطالينيه، الناس اللي عندهم الاب ولا الام ولا العم، المهم ما نقولش العم لان الاب والام ولا الاخوات الخوت اللي عندهم الجنسيه، هادو تا هما يقدروا يطلعوك بالطريقه هذه ديال يعني يدبروا لك على شي واحد بالكونترا بحال التجمع العائلي تقريبا. غير هذا ماشي تجمع عائلي، هذا بحال كنقولوا حنايا كتصيفط. لان التجمع العائلي في اسبانيا فيه جوج انواع، فيه اما تدير اللومينات اللي كدير فيش دي بي او الرواتب الشهريه ديال 6 شهور الى اخره الى اخره، وكاين الحاله الثانيه انك تصيفط لي كونترا. فالطريقه هذه ممكن تطلعو، يعني ممكن تمشي عند النصراني ويوقف معاك ويعطيك العقد لهذا السيد اللي من العائله ديالك يكون ولدك، ومين يطلع عليك الساعه تبدلي الاوراق لان لا عندك الجنسيه ممكن تساعده. قبل ما ننسى قضيه اخرى، هذه القوانين ديال الطاليان كما قلت يعني ما كاينش واحد التشابه كثير. هما عندهم قوانين تختلف كليا على القانون ديال اسبانيا. والصراحه يعني انا كنشوف ان حتى القانون ديال 3 سنين ما عندهمش، ولكن كاين واحد الحاله اللي هي الى بقيتي كتجي كل عام. يعني مثلا تخيلوا العام اللي فات جيتي في دوره ديال موسميه، والعام اللي قبل منه جيتي دوره موسميه، هذا العام هذا عندك الحق في الدائمه. هذه القضيه كاينه ثاني في القانون ديالهم هما، الا كملتي هذيك 3 سنين ديال الدائمه فانا عندك الحق في الاقامه الدائمه. يعني بغيت نقول موسميه الثالثه في المرات عندك الحق في الدائمه. يعني هذا الشيء انا ماشي اختصاصي، انا فقط طليت اللي كاين في الصفحات او المواقع الرسميه ديالهم، وهذا الشيء اللي في مخي استوعب. نقدر نكون نسيت شحال ديال الحوايج، لان راه قبيله راه والله ما نكذب عليكم الاخوتي، والله العظيم الا بقيت كنضحك. انسان عايش في الطاليان وما فاهم والو، وانسان ما عايش حتى في اوروبا وقالت كي هاو هاو، ما فهمتش انا هاد الناس هادو كيفاش يقدروا يديروا هاد الشيء هذا عباد الله. فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم، وحق الله العظيم انا كنستغرب بزاف هاد الشيء هذا. المهم غادي ندخل غادي نشوف المواقع دابا قدامكم، وحنا غنبقاو مع بعضياتنا تتقراو كل شيء بعينيكم. كان معكم ريمبرا. قبل ما ننسى قضيه ديال السكنه، الباسبور فعلا الى كان الى لقيتي النصراني العائله ديالك هنا في طاليان، هذه اسبانيا هذه ماشي طاليان. المهم الى لقيتي العائله عندك تما في طاليان ودبرت لك على النصراني، فهاد النصراني حتى هو خصو يحط السكن ديالك. يعني ضروري خص شي واحد من العائله ديالك يحط السكن فين يبين لي ان راه فين، حيت ما يمكنش شي عقد عمل بدون سكن. ما يمكنش تقول لا انا راه ماشي مشكل غادي تقول لي اوتيل، لا. فهاد النصراني هذا الا ما عندكش العائله في الطاليان فبلا ما يكذب عليك شي واحد يقول لك لا غير راه ندير لك نبيع لك نخربق لك نعمر لك، لا. ولا يصيفط لك سميتك وكنيتك في واحد الفيشه يقول لك راني دفعت لك، ها صيفط لي الفلوس هاك شهر نصابه. ف شوف فين وصلنا، ولنا المغاربه كنبقاو نقولوا انا راه كاين نصاب مغربي كاين نصاب مغربي، هادشي اللي ولينا كنقول. يعني ما بقيناش كنقولوا عندكم من واحد الجنس يعني شي بلاد اخرى، وحنا ولينا كنهضروا على بعضياتنا. فالسكن ضروري منه، هذه راه باينه، وهذا هو السبب يعني الدليل القاطع انك انت ما يمكنش تصيفط تدخل للصفحه الرسميه ودير الطلب ديالك ويقول لك شي واحد لا لا ادفع بلا ما تكون عندك النصراني، يعني بلا ما يكون عندك الباترون. انك فين غادي تنزل؟ شنو عند من تخدم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فالمهم ندخلوا دابا ونشوفوا مع بعضياتنا. السلام عليكم. المهم كما قلنا قبيله ان غادي ندخلوا الموقع ديالهم، هو هذا نولاستولا نوسترا لابورو
ديال تي انترنو. هذه وزارة كما كتشوفوا ديال الانترنو، وزارة الداخلية. انا عفوا اسمحوا لي حيت ما كنعرفش الطالينية، ولكن راها قريبة جدا من الاسبانية، فغادي نترجمها بالاسبانية هنا كما كتشوفوا. وهذا سيستيم، او نقولوا ديبارتامنتو، ديال سيستيم ديال المدني او لا ديال الهجرة. المهم ديال المدني والهجرة، الحقوق بحال كنقولوا حنا خاص بهاد البصائر. فهو هنا غتلقاو كاع السوليسيتودس، يعني كاع الاستمارات ديال. انا نحاول نخلي واخا جوج دقائق ثلاث دقائق في هذا الموضوع، هذا ما نطولش لكم بزاف. فالفلوخو ديال الديكريتو، عفوا ديكريتو ديال الفلوخوس، او القانون هذا ديال تدفق الهجره ديال 2019، راه كيشبه بزاف ديال السنه اللي فايته. ديكريتو الفلوخو 2019، هذا الموقع هذا هو فاش كيبين يعني بالتفصيل، ما كيفصل، المهم كيعطينا واحد الرؤيه هكا. 12850 هادو قلنا حنايا الناس اللي غيخدموا نو ستاسيوناليست، يعني ليسوا موسميين وانما عايشين تما، كما قلنا بحال الطلبه، الحالات الاجتماعيه، الحالات الانسانيه. وكيبان لك التوقيت امتى، نهار 16 ماشي 14 كما قالوا شي بعضين، 16 فبراير 2019، مع 9 ديال الصباح غادي يبداو. و 18000 اللي بقات هذيك هي اللي غادي يجيبهم من بلدان اخرى، منها الفلاحه والفنادق والسياحه، يعني جوج الحوايج هادو هما الدول اللي داخلين. هذا الموقع هذا ممكن ندخلو حنا، يعني نطلعوا عليه، نحيد هذا السري سد هذه هنا ندخلوا ليه. ولكن الاستمارات راه هادو ما كيعمرهمش اي واحد، يعني خص يعمرهم مول العمل او رب العمل، او ما كما كنقولوا حنايا الباترون ديالك. فإلى مشينا الموقع الاخر اللي هذا هو اللي تقريبا كاع اليوتيوبرز ندخلوا ليه يهضروا عليه، ديال الاكسترانخيروس. ها هو ترجمته، هذا هو فين كيقولوا زعما كيعطوا التفاصيل ديال الهضره كامله اللي قلت قبيله. الديكريتو ديال 2019 راه شبيه جدا ديال 2018. هنا كيبينوا 330850 يعني هي، ولكن مقسمه، ماشي كلها غادي تدخل ولا طالبين تدخل. فين غتدخل؟ هو راه النص، هو اكثر من النص اللي غادي يدخل من برا، ومقسم الحصص مقسمه على دول ديال 30 دوله. ها هي كاينه هنايا في 2018 تقريبا نفس العدد، غير 18000 كما قلنا هما اللي غادي يجيو من برا، والطرق كما قلنا اللي قسمناها. هذا زعما هذه هي اللي هذه الهضره هذه ديال المينيستيريو ديال الانتيريور ديال وزاره الداخليه. باكستان هي الدوله الوحيده اللي ما داخلاش، واخا المجاهل يوسف المجاهل للاسف، واخا عايش في طاليان، فاخباره كلها قنابل فيشينك بارده، يعني خاويه ما فيها حتى شي حاجه. قال لك دول، شمن دول؟ هي دوله واحده اللي كاينه ما داخلهاش، اما الاخرين كلهم دايرين اتفاقيات، ولا كما كنقولوا حنا كومبينيوس، ماشي عقود كما قال ثاني واحد البعرور اخر، واحد الرعيوين. فهذا هو اللي كاين. غير هاد تو مينغ هي اللي ما انا ما فهمتهاش، كيقول لك كتقول ان راه كاين يعني احتمال ديال طلب الاقامه ديال 3 سنين. انا كنعتقد كما قلت ان الانسان اللي كيطلع كل موسم من كيكمل الثالث عنده الحق في الاقامه، ما غاديش نقول المهم نقولوا الدائمه، نقولوا الدائمه. من بعد كما شفنا الحالات الاخرين هي ديال 500000 اورو، هادو يعني حتى هما عندهم حصه فيها 2400 بلاصه غتبقى لهاد الناس هادو الاوتونوموس، او الناس اللي كما كنقولوا المشهورين الفنانين الى اخره الى اخره. هادشي كله بالقوانين ديالهم، الشركات اللي عندها شي حاجه اللي ما كاينش في الدوله ديال الطالين، ولكن كلهم عندهم علاقه باش بالربح للدوله. الا شافت الدوله ان راه شي كلشي كيدوز على طريق القنصليه، الا عندهم الربح من بعد كما قلنا كاين واحد النوع ديال المقيمين اللي الاصل ديالهم يكون طالياني، ومقيمين في البرازيل، الارجنتين، اوروغواي ولا فنزويلا، هادو حتى هما حاطين لهم واحد 100 بلاصه لهم هما من اصل 500، يعني مقسم هذاك الشيء بهذيك الطريقه هذه. اكبر عدد اللي كيبان لي هنايا من بعد سميتو طلبه 3500، يعني اي واحد جاي يقرا عنده الحق، عاطينهم الصراحه عاطينهم اكثر من الناس الاخرين. الاخرين ديال 4750 هذيك حصص ديال الناس اللي كنقولوا حنايا يعني الحالات الاجتماعيه او الغير الاجتماعيه اللي يقدر الانسان يلجا ليها، ومن توصل يعني من يشوف راسه انه صافي، يعني قرب بحال الحالات اللي كيكون الانسان مريض نهار غادي يتعالج. هادشي هو اصلا العلاج في اوروبا كيقول لك الا ما كانش كتاخذ الاوراق، او المرض بان في بلادك في ذاك البلاد اللي وصلتي ليها. فطلبات 3500 هما ما عندهم حتى شي مشكل الى اخره الى اخره. هادو كلهم هنايا كما قلنا، هادو كلهم مقيمين في ايطاليا بطريقه شرعيه. الحراقه انا قلت وكنعاود نقول هذا الشيء راه ماشي لصالح الحراقه، راه حيت قبيله هضرنا بالمنطق. فكما قلنا نهار 16 ماشي 14 غادي يبداو الناس اللي مقيمين في ايطاليا بغاو يغيروا الاقامه ديالهم، كان كيقراو ولا غيروا لهاد العقود الموسميه. والاخرين
اللي غادي يجوا من برا هو نهار 24. نتمنى ما نكونش طولت. هذا مكان وتهلاو في راسكم وما تسمعوش البنادم اللي ما فاهم والو، راه كيهضروا الاخوه الخاوي. تحياتي.